بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. والى تحدي جديد ودنيا جديده وحلم جديد. يعني هو ما طالش انتظاره قوي، لكن لم نتعود ان ننتظره اكثر من هذا. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. موعد ما طالش كتير، لكنه الاميره بتتدلل. ما اعتقدش انه الاميره في علاقتها بالملك يا باشمهندس ساءت الدلال اكتر من كده. لا بص، النهارده جمهور الاهلي نقل طموحه الى افاق اخرى. تكلموا على لحظه واحده نقفل التليفون ده اللي نسيت اقفله، معلش اعذروني، شغل غير محترف. لكن بالتاكيد ان جمهور الاهلي دلوقتي احلامه في منطقه اخرى. تجاوز المحليه والاهلي العوده على كده. ونتمنى ان يظلوا على هذه العاده. الاهلي ينافس نفسه ارقام قياسيه على المستوى المحلي. رغبه هائله في استعاده التصنيف الدولي اللي كنا على صدارته. والخطوه الهامه جدا لتحقيق هذا تبدا من الحلم الافريقي. عشان كده ما يحدث غدا يسجل نقطة انطلاق الحلم، وحلقة الليلة عنوانها 9 حلم ولا علم؟ اللقب 9 للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، العودة إلى بطولة كأس العالم للأندية، العودة إلى المنافسة الجادة على لقب الأكثر تتويجا بالبطولات القارية على مستوى العالم، العودة إلى الكثير من الآفاق الرحبة التي يستحقها الأهلي والتي هو جدير بها. كل هذه الإحداثيات لا تتكرر ولا تتحقق إلا من خلال الحصول على لقب أميرة البطولات الأفريقية. دور الأبطال بكرة إن شاء الله تعالى الساعة 8 مساء وفي استاد القاهرة. شيء رائع جدا أن تكون نقطة الانطلاق للأهلي نحو هذه البطولة المهمة الكبرى من استاد القاهرة. يلتقي الأهلي مع منانا الجابوني، مباراة الذهاب في دور الـ32، وكل الأمل بتحقيق نتيجة طيبة إن شاء الله. ودائما أهم وأخطر قبل العودة تحدي للنادي الأهلي هي المباريات المؤهلة لدوري المجموعات. دي اللي بيبقى إيدي على قلبي فيها. بإذن الله يوفق الأهلي، لأن لو وصلت دور المجموعات الباقي بنعرف نتعامل معاه. ولكن دعني أنا وجميع الرياضيين والمهتمين بالشأن العام أن ننعي واحدا من نجوم الكرة الكبار جدا وأبو نجم كبير جدا أسعد جماهير الكرة باختلاف ميولها، إينو الكبير رحمة الله عليه، الذي وفته المنية في حادث أليم، وكان قد ذهب إلى عزاء أحد الأصدقاء. مصطفى الشناوي لاعب المصري، ده رئيس منطقه البورسعيد، وانا اعرف الشناوي رحمه الله عليه شخصيه محترمه للغايه، وكابتن اينو يعني ذهب يؤدي الواجب. دي لقطات وعاد ليتلقى ذويه العزاء فيه. الكابتن اينو يتغمده الله برحمته ويصبر اهله يا رب، ويصبر ابنه الكابتن اينو الصغير. معتز. كان لاعب فذ، وكنت اشعر بالغيره انه مش في النادي الاهلي. من احسن الناس اللي كانت يعني ملك التصويب على المرمى، رجله تقيله جدا ومن اي زاويه واي اتجاه. وبعدين كان المصري في عهده الذهبي هذا الثنائي هو جمال جوده، كان حاجة رائعة جدا 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 رحمة الله عليه. دي بعض الأهداف لكابتن محمد سلامة الشهير بإينو، اللي لقي وجه ربه أسر هذا الحادث الأليم. بننعيه ونشاطر الكابتن معتز إينو وأسرته الأحزان في هذا الرحيل الكبير. يمكن في كلمة للكابتن إينو يتحدث في قناة العاصمة الكابتن محمد سلامة في أحد اللقاءات. نفكر حضراتكم بإينو الأب.
نبدأ بحسام البدري. حسام البدري زميل وأخ وحسام البدري أنا عشت معاه تاريخ كبير. أولا ولد مؤدب جدا ومحترم، زائد أنه مر النادي الأهلي ما بين سنين. تدريب وما بين مدير كورة سنين، استفاد من مستر مانويل كتير، شال مسؤولية لوحده ودرب بره في 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 بلاد العربية ودرب بره. حسام بدري مدرب كبير، مدرب محترم، عارف هو عايز ايه من المباريات، عنده فكر. هو الناس بس بتزعل منه ان هو عصبي زعلان على طول يا كابتن. دي ده حمل تقيل النادي الاهلي. بالظبط ده شايل جبل النادي الاهلي، ده نادي القرن يعني. بالزبط. مش اي حد يمسك النادي الاهلي، لان برضو مش اي حد يا كابتن مصطفى يتعامل مع النجوم. النجوم دي عايزه تعامل خاص، منها شده جامد قوي ومنها لين. صح. فالنهارده انت ما تنفعش تمسك العصايه من النص، هتلاقي نفسك لا مؤاخذه هتتبحتر هتضيع. فحسام بدري انت لو قيمته المدرب ما هو الا نتائج. ايوه. انا النهارده اينو مثلا مدرب اينو بيخسر وبيلعب كويس وبيستحوذ وبيعمل، لكن النهارده وبيجيب نتيجه زيرو، يبقى النهارده ده مش مدرب. النهارده المدرب نتائج. النهارده حسام بدري اللي باع في مصر والوطن العربي، يعني لما راح مسك المريخ السودان خد بطوله الدوري، خد بطوله او كان الهلال يعني بيكسبها على طول. يعني 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 اذا النهارده انت مش بتتكلم على واحد عادي، بتتكلم على واحد دولي تدريبيا. فالنهارده حسام البدري انا وجهه نظري محقق للنادي الاهلي بطولات، راجل لعب نهائي كاس افريقيا ولعب انديه ولعب قصاد الوداد وخد كاس مصر وخد الدوري والنهارده خد السوبر. انت عايز منه ايه؟ وخسر اول مباراه بعد حوالي حاجه و50 مباراه يا كابتن. يعني انت عايز ايه من مدرب واخد العلامه الكامله زي ما حضرتك قلت؟ عايز منه ايه تاني؟ صح. ده بالنسبه لحسام البدري. اخش حسام حسن ولا حسام حسن؟ حسام حسن لا يغفل احد ان حسام حسن عامل حد. يعني رأيناه يتحدث عن الكابتن حسام البدري حديث الإنصاف ورؤية ثاقبة وتحليل وقيع رحمة الله عليه.